السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا رب الجميع يكون دايما بخير. عايزك بقى تركز معايا. المطلوب في الامتحان السيري مطلوب برضه 4 ورقات، تمام؟ ولازم 4 ورقات، للأسف الورقة الخامسة مش هتحسب. الـ4 ورقات دول اكتب عليهم كل بياناتي، الاسم، التاريخ، اسم المادة، اسم الجامعة، وأي بيانات أخرى عشان تضمن حقك ودرجتك، وإن الورق ده هيروح للإدارة والقسم عندنا. فـ4 ورقات بس هكتب عليهم كل بياناتي وهبدأ أشتغل عليهم زي ما بقول لك دلوقتي. عايزك بقى تركز معايا كويس. بتاعي في السيري عبارة عن ورقتين، كل ورقة فيها سؤال، فكأني كل جزئية في سؤال بورقة، ورقة إجابة. يبقى question number one ورقة إجابة الأولانية، تمام؟ question number one اللي هو إيه، بعد كده question number one B ورقة الإجابة التانية، بعد كده question number two A ورقة الإجابة التالتة، بعد كده question number two B الورقة رقم إيه، رقم 4. تمام كده يا شباب؟ طبعا لو في ورقة 5 يعني للأسف مش هتتحسب. بقى هلخص اجاباتي كلها في 4 ورقات، والـ4 ورقات دول مكتب عليهم كل بياناتي. في الجزئيه الاولانيه، في الورقه الاولانيه، تمام؟ يعني كويتشن نمبر 1 ايه، دي الورقه الاولانيه بالنسبه لي. هعمل مقارنه فيها، فكره تصميميه ان انا ازاي بصمم من خلال النظم الانشائيه الحديث، تمام؟ احنا درسنا اكتر من نظام انشائي حديث. هنا نعمل مقارنه بين الاثنين بس، ما بين اللي هو تشيل ستراكشر وبين البابل ستراكشر، تمام؟ يبقى نظام القشريات اللي احنا كنا شرحناه، هبدأ ان ارسم مجموعه سكتشات واشرح عليه واقارن بينه وبين، تمام، النظام اللي هو بيعتمد على الفقاعات اللي احنا كنا شرحناه برضو، اللي هو البابل ستراكشر اللي هو النظام الرغوي. يستحسن وانا بشرح استعين بامثله معماريه فعلا منحفظه. يبقى انا برسم السكتش واطلع عليه اصلا واشرح، ولو في عندي امثال معماري منفذ اكتب عليه مبنى كذا في حته فلانيه اللي هي كذا. تمام كده يا شباب؟ اللي ما يعرفش مفيش مشكله، بس يعني ايه، يفضل ان اشرح على حاجه اكون انا فعلا عارفها وليها وجود، يعني اتبنت وموجوده في مكان ما. طيب يبقى ده الورقه الاولانيه. الورقه الثانيه اللي هي كويشن نمبر 1 بي، تمام كده، اهوت الورقه رقم 2 في الاجابه بالنسبه لي. هعمل مقارنه بين الفكره التصميميه من حيث بصمم اللي هو اللينير اللي هو التصميم الخطي، والتصميم التاني اللي هو بيعتمد على الفكر الإشعاعي، تمام كده؟ يبقى أنا دلوقتي جالك مجموعة سكتشات، مجموعة سكتشات ديت سكتشات استرشادية، عاوز تستعملها أوكي، مش عاوز تستعملها وفي عندك حاجة أفضل منها، ما عنديش مشكلة خالص. هرسم مجموعة سكتشات سواء في اللينير اللي هو الفكر الطولي الخطي أو الإشعاعي، وهبدأ أطلع منه مجموعة أسهم وأشرح عليها، تمام كده يا شباب؟ يبقى دي الورقة رقم 2، مقارنة بين الفكره التصميميه اللي هي من حيث الاضافه، تمام، مره بشكل لينير ومره بشكل ايه، الريديال اللي هو الفكر اللي هو الطولي او الخطي، والفكر الاشعاعي. الورقه رقم 3 اللي هو كويتشن نمبر 2 ايه، موضوع منتهى البساطه اللي هو بعمل ايه، برسم المبنى اللي شايفينه ده معانا دوت مرتين. المبنى ده موجود عندي في الجامعه الامريكيه في القاهره الجديده، هرسمه مرتين، مرة بنفس الفكر اللي هو موجود قدام عينينا، ومرة تانية في نفس الورقة كأني بعمل له ريديزاين للمدخل، تمام كده يا شباب؟ ولما أجي أعمل ريديزاين للمدخل، شوف أنت هتأكد المدخل من خلال إيه، أطلع مجموعة أسهم وأقول ده زودت كذا، عملت كذا، 1 2 3 4 5 زي ما أنت عاوز، تمام؟ يبقى أنا دلوقتي هرسم مرة سكتش زي ما هو، ومرة سكتش بعد ما عملت له ريديزاين عشان أأكد بيها على المدخل، ووسائل تأكيد المدخل أطلع من عليها أسهم وأشرح عليها بالأرقام 1 2 3 4 أنا إيه اللي زودته عشان خاطر أأكد بيها على المدخل وأخليه أقوى من كده. تمام كده يا شباب؟ بدي الورقة رقم 3. الورقة رقم 4 بالنسبة للإجابة بتاعتي اللي هي كويتش نمبر 2 بي، هتقسم لثلاث حاجات في نفس الورقة. أول جزئية فيها هتكلم على أنواع الفراغات في العمارة، ودي كنا شرحناها بالتفصيل من خلال السكتشات بطريقة مبسطة في نقاط. هرسم مجموعة سكتشات بتقول ايه انواع الفراغات. رقم بعد كده هشد الخط وهخش الجزئية رقم 2 في نفس الورقة، تمام كده، هتكلم على الفكرة التصميمية اللي هي الفكرة واصل الفكرة اللي احنا شرحناها، كنا رسمنا عليها سكتشات كتير، تمام كده. اختار بس سكتش واحد او نموذج واحد، تمام، من خلال الاسهم كده اقول ازاي الفكرة اتطورت، عشان ابين ان في عندي فكرة وفي عندي اصلها وحصل تطور ليها من خلال ايه، مجموعة شفافات. يبقى ديت فكرة الكونسبت ديزاين اللي هو المفهوم الفكرة التصميمية، وازاي بتطور الفكره بتاعتي وكان ليها اصل ومشيت معايا بالتتابع زي ما عملنا قبل كده، تمام كده يا جماعه. يبقى انا هشرحها من خلال نموذج واحد بس في نفس الورقه برضو بتاعتي. اخر جزئيه في نفس الورقه برضو هجاوب عليها
انت استفدت ايه من الكورس من ساعه ما بدانا لحد ما انتهينا بشكل عام؟ والاجابه دي بتختلف من واحد للتاني. تمام كده يا شباب، افتكر كده من اول ما بدانا لحد النهارده لحد ما خلصنا، انت استفدت ايه؟ خلاص كده يا جماعه، ودي يعني ملهاش ستاندرد الاجابه، دي بتختلف من حد للتاني. طبعا الثلاث حاجات دول في نفس الورقه، مش هنستعين بايه بورق تاني، ان هي الامتحان كله اربع ورقات، لو في ورقه خمسه للاسف مش ايه مش هتحسب. الموضوع بالنسبه لنا في منتهى البساطه ان انا هجيب اربع ورقات اكتب عليها كل بياناتي، الاسم، التاريخ، اسم الماده، اسم الجامعه، واي بيانات اخرى، عشان الورق ده هيروح للقسم وهيروح للاداره عشان تضمن حقك. وهنعمل زي ما كنا بنعمل بالظبط وكنا بنقدم كل اسبوع، ان انا هرسم مجموعه سكتشات واشرح عليها من خلال الاسهم، تمام، مره بصوره مقارنه ومره من غير مقارنه، بحيث الموضوع بالنسبه لي انبسط، تمام كده، وزي ما بنعمل كل اسبوع. احنا عدد الورق اللي احنا بنتكلم عليهم اربع ورقات، الورق خمسه مش هتحسب، والوقت المسموح بيه هو ساعتين. ان شاء الله هيبقى معاك نص ساعه تقدم لي الحاجه بتاعتك، تبعتها لي على الاكونت بتاعي الشخصي. شكرا ليكم يا شباب، واشوفكم دايما بخير والتوفيق دايما، دكتور كمال الجبلاوي.